الآن دعونا نتعلم المزيد حول أوضاع البحث للفورس. التمييز 2 هو وضع النغمتين، وهو أعمق وضع من بين أوضاع التمييز. في وضع تمييز 2 سيقوم الجهاز بإصدار نغمة منخفضة للحديد، وأما للمعادن الأخرى فإنه سوف يصدر نغمة واحدة كما هو الحال في بحث الوضع العام، مما يزيد في حدة الصوت عند اقتراب القرص من الهدف. إنه يوفر نتائج جيدة خاصة في المجالات النظيفة التي لا تحوي الكثير من النفايات المعدنية، وفي الحقول الصخرية أو المليئة بالنفايات أو أيا كان. يمكنك إجراء عمليات بحث أكثر عمقا باستخدام ميزة إخفاء الهوية وتحريك أقراص البحث ببطء أكثر. إخفاء الهدف ممكن في هذا الوضع. قيمة الضبط الافتراضي لميزة الإخفاء هي 10، لذلك سيتم تجاهل الصخور الساخنة إيجابية أم سلبية في هذا الوضع. يجب أن تقوم بالموازنة الأرضية لتعمل ميزة الإخفاء بشكل صحيح. الآن دعونا نشاهد كيفية عمل ميزة إخفاء الهدف. حاليا سنقوم بالحصول على معرف الهدف 20 من معدن غير ثمين. لذلك سنضبط إخفاء الهدف على 20. وكما تشاهد حاليا في الفيديو، الجهاز لم يعد ينتج نغمة تحذيرية على المعدن. التمييز 3 هذا وضع التمييز بثلاث نغمات. سيقوم الجهاز بإصدار نغمة نخير منخفضة للحديد والمعادن غير الثمينة، ونغمة منخفضة عن الذهب. ونغمة مرتفعة للمعادن الثمينة كالفضة والنحاس الأصفر والنحاس. إخفاء الهدف ممكن في هذا الوضع. إذا أردت تمكنك ميزة إخفاء الهدف من تجاهل الأهداف غير المرغوب بها. لنشاهد الآن كيفية عمل ميزة إخفاء الهدف مرة أخرى. حاليا سنقوم بالحصول على معرف الهدف 20 من معدن غير ثمين. عند ضبط إخفاء الهدف على 20، الجهاز سيقوم بتجاهل هذا المعدن. الأرض الموصلة، هذا الوضع الخاص بجهاز الفورس كور وضع للأرضية الموصلة أو الناقلة كرمل الشاطئ المبلل أو التربة القلوية إلى آخره. هذا الوضع يحوي ميزتين هامتين. الأولى إخفاء الهوية معد مسبقا على 40 للقضاء على المعادن الحديدية أو آثار الأرض ذات التمعدن العالي أو الغنية بالحديد. السبب الثاني، سيقوم الجهاز بعمل الموازنة الأرضية بسهولة على جميع أنواع الأرض. السبب في ذلك هو أنه في حين يمكن للجهاز عمل التوازن الأرضي تلقائيا بين 40 و90 في وسائط التمييز الأخرى، أما في هذا الوضع يمكن ضبط الموازنة بين 0 و90. لإعطائك مثالا، سنقوم أولا بمحاولة عمل الموازنة الأرضية مع هذه الصخرة الحديدية في وضع آخر. كما تشاهد لم نستطع عمل الموازنة. الآن سنحاول نفس الشيء في وضع الأرضية الموصلة. كما تشاهدون فإن الجهاز أتم عملية الموازنة بسهولة. لذلك فإن هذا الوضع يتيح لك موازنة أرضية سهلة في الأراضي الموصلة، حيث عادة لا يمكنك عملها أو تتم الموازنة فيها بصعوبة. لأن التحديد المسبق لإخفاء هوية الهدف هو 40 في هذا الوضع، فإن الجهاز لن يصدر نغمات تحذيرية للمعادن الحديدية. عندما يتم تخفيض قيمة إخفاء هوية الهدف، فإنه سوف ينتج نغمة منخفضة للحديد والمعادن غير الثمينة. أما للمعادن الأخرى،
سيقوم بإصدار نغمة واحدة مثل وضع البحث العام، وسيزداد صوت النغمة التحذيرية كلما اقتربنا من الهدف. وضع البحث العام يشار إليه أحياناً باسم وضع كل المعادن، وهو أعمق وضع في الجهاز. هذا الوضع يختلف عن الأوضاع الأخرى، فهو يحدث في الخلفية صوت طنين مستمر أثناء عملية البحث. ارتفاع هذه الأصوات يتأثر مباشرة بعمق الهدف، ويتم ضبطها من إعدادات الطنين. في وضع البحث العام، الجهاز سيقوم بالتقاط كل الأهداف، المعادن والحجارة ذات المواد المعدنية العالية إلى آخره، من دون تمييز. وهوية الهدف المكتشف ستعرض على الشاشة، والجهاز سيعطي نغمة واحدة لكل الأهداف، وسيزداد صوت النغمة التحذيرية كلما اقتربنا من الهدف. صوت الصخور الساخنة الإيجابية تماما مثل المعادن، وتميل إلى إعطاء صوت دبدبة قصير. بشكل عام تكون معرفات هدفهم تتراوح بين 1 إلى 5. من جهة أخرى، الصخور الساخنة السالبة تميل لإعطاء صوت نخير. الجهاز لن يقوم بإعطاء هوية هدف لهذه الصخور، بغض النظر عن قوة الإشارة أو أنها نادرا ما ستعطيك هوية بين 95 و99. إخفاء الهدف لا يتوفر في هذا الوضع، بحيث سيتم تعطيله في القائمة.